خوتي السلام عليكم، يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد السلسله من وصفاتي اللي غادي تضمن حاجات اخرين ان شاء الله، غنتبقاو متبعين معايا وغتشوفوا هاد الحاجات. لكن الشكل الاول اللي غادي نبداو به هو الكالسوني. هاد الكالسوني غادي تشوفون ان شاء الله مني غادي نبداوه حتى الاخير. غادي نبداو ان شاء الله المرحله الاولى، يعني المرحله الاولى غنحتاجو فيه دقيق كيلو، إطرو ديال الماء راه ما كنكملوه شيء، عشقة ديال الملحة أنا درت صغيرة، عشقة صغيرة ديال قل من العشقة ديال الملحة يعني النص نقولو ديال السكر، و 25 غرام ديال الخميرة، و 60 مليلتر ديال زيت العود أو زيت الزيتون. الدقيق ديالنا أنا خديت كيلو كما كتشوفو، الملحة حسب الذوق كما ذكرت في الأول، عشقة صغيرة ديال السكر، خميرة الفورية، ستين مليليتر اللي قلنا ديال زيت العود. اللي ما عندوش يدير زيت النباتية ماشي مشكل، غنبداو إن شاء الله على بركة الله. كنخلطو الخميرة هي الأولى، إن العجينة كتخصها دائما ترتاح على الأقل واحد ثلاثة ساعات ولا حتى ربعة ماشي مشكل، إن شحال ما ارتاحت يعني العجينة شحال ما راها كتجي مزيانة كتعطيك تسطع في الخدمة. ما نكتروش الماء باش ما نحتاجوش الدقيق نزيدو، حيت حنا دايرين المقادير خصنا يعني نمشيو نضبطين معاهم. السكر راه كنديروه حتى باش يعني تتحمر لينا تا يعني العجينة وتساعدنا حتى في الطياب، ماشي غير باش تجي يعني كرونكون كي كنقولو، لا. ناخذ الماء نزيدو، غير هو راه ما خصوش يكون يعني جاري، العجين ما خصوش يكون جاري، خصو يجي قد قد. تبغي واحد شويه ديال الكليك، كاينين الناس اللي كيديروا فيها القمح، انا ما كنديروش. غير هي زيت العود راه كتعطيها واحد النسمه، لكن لما لقيناش زيت العود راه ماشي مشكل. ضروري واحد شويه ديال الدليك، ان الفوس كيبغي يتدلك نتوما عارفين. انا غنخليها ترتاح لمده 3 ديال السوايع ان شاء الله، وراه كاين الناس اللي كيعجنوها حتى في الليل وكيخليوها حتى الصباح ويخدموا بها، يعني واللي كيعجنوها الصباح ويخدموا بها في العشيه ان شاء الله بغيناها للعشاء. واحد
اناء ديال بلاستيك او ديال الزاج اللي بغيتو نتوما، وكنوضعوا فيه هاد العجينه وكنخليوها يعني ترتاح على خطر. كتشوفوا ها هي العجينه ديالنا ارتاحت من بعد ما دازت واحد 3 ديال الساعات. انتوما الدليل قدامكم، كناخذوها كنحيدوها من الاناء اللي خلينا يعني ارتاحت فيه، كنرشو دائما شويه ديال البيك باش ما تلصقش لينا العجينه الفوليه. كما كتشوفوا العجينه هي هذه، ها هي رطبه ماشي مشكل. رشيتو شويه ديال الدقيق شحال ما كانت، حيت هي ارتاحت كما كنقولوا، ملي كترتاح العجينه كتعطينا الطعم. كما كتشوفوا خوتي دابا غنديروا عينا ميزان، كناخذوا كويرات صغار كما كتشوفوا، حنا كنديروا كنلولبوا في نفس الوقت باش ما نرجعوش عاوتاني مره اخرى. اللي درنا حنا غنلولبوها، كندوزوا الكويره الثانيه. الناس اللي كيبغوهم كبار يقدروا يكبروهم. ثالثه كنديرش يعني الميزان، لا داعي، كل واحد حر، اللي كيبغي يدير الميزان ماشي مشكل. كما كتشوفوا خوتي غنديروا الكرات ديالنا مره واحده، إلا بغيتو تصغروهم راه تقدروا يعني تصغروهم، كاينه شي وحده وقيلا انا غادي نقص منها. كاينين الناس اللي كيبغيو يديرهم في الفران راه كيقدروا يعني يديرهم حتى في الفران ماشي مشكل. هاتي انا غادي نقص من هادي جوست باش يجي كلشي قد قد. كنكملوا قلوليب ديالنا ديال العجينه كما كتشوفوا خوتي بحال هكدا، عاوتاني كنرجعو حتى كنكملو دوك الكويرات لي هما باقيين. كما كتشوفوا الكويرات ديالنا هما حنا كملناهم، خليناهم ديك 4 دقائق او 5 دقائق فهما يبداو كيهبطوا، ولا كي كنقولوا حنا هبطوا نتوما. دابا ان شاء الله غادي نخدموا مع بعضياتنا. المقادير اللي كنحتاجوا لهاد الكالزوني هما مطيشه لا بغيتو تصاوبوها نتوما يتحكوها شغلكم هذاك. كانت عندكم الصلصه موجوده ديروها، انا استعملت الصلصه. موتزاريلا مقطعة مربعات صغار، الخرشوف كما كتشوفوا هو هذا، شوية ديال البزار، الملحة دائما على حسب الذوق، كل واحد كيقدر الذوق ديالو هو اللي يعرف، وشوية ديال الدقيق باش غادي نسرحو العجينة ديالنا. نبداو على بركة الله نوجدو بعدا ندوزو نكملو. دائما كنستعنوا بالمدلك، انا كتعرفوا فارينه راه كتبغي شويه ديال الجهد،
فهمتي هنايا غندوزو شويه بحال هكا حيت كتعرفوا بلي الفورس دائما كيتنفخ كنبقاوش غاديين حتى للجنب انا ملي غنبغيو نسدو هذيك البلاصه بحال هكا كنقولوا كتسدي شي ورقه ديال دابا الورقه ديال البسطيله ما غيمكنش ديري ليها الماء ولا هذا وغادي تسد دائما ما عمرها غادي تسد كذلك ومثال كنجيو لهنا كنديوها كنقبطوا هاد البليصات هاد الجنيبات هادو كنضربوهم بحال ما هكا باش ما تحلش لينا كي قلت لكم هاد الطريقه اللي ديروا لان في المقله راه كتحل بعض المرات واخا كتغطي عليها الزيت كتخليها تنفخ يعني ماشي في الاخير بديتي كتصاوبي في الاخر كتحلك لا كما كتشوفوا خوتي هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا هنا كيما ضغطنا عليها بحال هكذا باش ما تحلش لينا سمحوا لي انني كنكرر كنوصيكم بحال هكذا كتجي كنحطوها وحده اخرى كنبقاو غاديين بنفس يعني المنهج غنزيدكم واحد وحده اخرى باش تزيدوا تشوفوا سمحوا لي متلصقش لينا كما كتشوفوا خوتي كنرجعوا دائما الطريقه اللي حنا كنديروا كنمشيو معها بحال هكذا كنرجعوا من الجهه الاخرى كنديروا موتزاريلا كاين الناس اللي كيبغيو يديروا الطون راه حتى هو كيولي مزيان كاين الناس اللي كيبغيو يديروا الزعتر وسط هذه الصلصه كتجي مخيره حتى هي كتشوفوا حنا درنا الخرشوف حيت هو كيجي مزيان كاين الناس اللي كيحكوا القرعه وكيسلطيوها شويه ما كتجيش خضراء كما كتشوفوا خوتي احنا كنسدوها في الجناب شوفوا خاصنا نضغطوا بالصبع ديالنا ولكن دائما نديروا العمليه اللي قلنا نرجعها بحال هكذا نتوما عارفين علاش غنرجع الجنيب الاخر تفاديا سمحوا لي لا ما بانتش لكم مزيان حيت ما غاديش نقدروا الا كنتو كتشوفوا مزيان راه غتجيكم الطريقه سهله غتجيكم سهله مزيان كما كتشوفوا خوتي كما كتشوفوا حنا درنا الزيت في المقله باش غادي نقليو كنجربوا بحال هكا عمليه كنشوفوا راس الزيت يعني سخونه حيدو بسم الله كتشوفوا حنا كنحطو بوحده بوحده باش ما تبردش لينا الزيت ملي كنحطو الثانيه اللي كنجي في الجن بحال كتبرد لينا الزيت حنا غنمشيو ما كنجهدوش الزيت بزاف الا كانت حاميه بزاف كنحاولوا نقصوها
كما كتشوفوا راه كتنفخ. كنحاولوا كونترولي ندوروها بواحد السخونية. كتشوفوا كما كتشوفوا خوتي الكالزوني ديالنا هما وجدوا، كما كتشوفوا مازالين سخان. الى عجبتكم الوصفه جربوها وردوا عليا. ان شاء الله نبداو الوصفه الاخرى دابا. ان شاء الله اللي غنوجد لكم دابا هي خبيزات بالحليب، كيجيو رطبين وكيتماشاو مع كل شيء، مع الملح والحلو. يعني نقدروا نديروا مع الكونفيتور والزبده، نقدروا نديروا بالفرماج، كاع دوك التخيرفات اللي بغيتوا ديروا فيهم كيصلاحوا. اولا الوليدات اللي كيمشيو للمدرسه يديهم يعني فيهم داكشي ديالهم ديال الكوتي الى اخره. ان شاء الله غنكونوا مع نقول المقادير. ان شاء الله هي كيلو ديال الفورص او فارينه، 600 مليلتر ديال الحليب، خميره فوريه انا درت 20 غرام، ملحه دائما ما كنعطيش شحال، كل واحد الطوق ديالو، الزبده 100 غرام، السكر 80 غرام. اللي بغى يدير 100 غرام عنده حريته. هاد البيضه كامله غادي نستعملوها حتى الاخير للدهن، هي وشويه ديال الحليب. ان شاء الله غندعو على بركه الله. كناخذو الدقيق ديالنا، انا درت الكيمياء يعني كيلو، كنزيدو عليها داك السكر، انا درت 80 غرام، نخلطو او هذيك الطامه ديال الخميره 20 غرام خميره يعني الفوريه، نحاولو نفرتوها. غنزيدو عليها الحليب، بعد ما وضعنا الخميره حنا كنحاولوا دابا نجمعوا العجين، وكنخليو دائما ملي كتبقى في القصريه واحد 50 غرام او 60 غرام عاد كنضيفوا الزبده. كيبقى 50 غرام ديال الفرينه راه حنا كنضيفوا الزبده والبلحه، يعني قبل ما نجمعوا هذاك الدقيق كله كنخليو ديك الكيمياء اللي قلت لكم. انا قلت لكم بالتقدير وانتم عينكم ميزانكم. عاد كنوضعوا الملحه وكنزيدوا ديك الزبده اولا الزبده والملحه كيف كيف. دابا غنزيدوا دابا الحليب حيت مازال ما تجمعاتش لينا. كنوضعوا دابا الزبده ديالنا، كما كتشوفوا كنزيدوا عليها هذيك الخميره، هذيك الملحه عفوا الملحه، كنحاولوا نجمعوا كل شيء. انا غندير يدي الاخرى كنجمعوا مزيان. كندلكو شويه، الا كتبغي شويه دليك دائما الفورص راه كيبغي دليك الصراحه.
هذا الفرصه ما خصوش يكون جاري، ولكن كيبغي هو الدليك باش العجينه كتندمج وكتولي في الاخر بحال مطاطيه. نخليوها ان شاء الله ترتاح واحد 60 دقيقه اولا 70 دقيقه حيت راه كتبغي ترتاح من طبيعه الحال. غادي نجمعوها دابا وغادي نديروها غنديرها دابا فواحد الاناء ترتاح، من بعد غنرجعو ليها ان شاء الله. حنا دهناها بواحد شويه ديال الزبده باش ما يلصقش، وغادي نغطيوها بلاستيك ديال الغذائي اولا ديال المطبخ. غنخليوها على الاقل واحد الساعه ولا 70 دقيقه كي قلت لكم باش ترتاح. بعد ما خلينا العجينه ديالنا ارتاحت، دابا حنا غنديرهم على شكل كويرات كما غادي تشوفوا. حنا غادي نعبرهم 45 غرام في الوحده، اللي بغى يدير 40 يقدر يديرها 45، شغلكم هذاك. كما شفتوا كل وحده حنا عبرناها درنا فيها 45 غرام. هانتوما كتشوفوا حنا بدينا غنبداو نشكلو فيهم كويرات، وغنخليهم يرتاحوا عاوتاني واحد 10 ديال الدقائق، عاد غادي نقرصهم وغنخليهم ان شاء الله يخمروا. غادي تشوفوا معنا ان شاء الله كلشي. دعوا على بركة الله. كلوا البولجينة في دينا. ماشي بحال الخبزات الكبيرة كنعرفون كما كتشوفوا خوتي، كنديو نجيبو بيد ما كنلولبو دوك الكريصات الصغيورين ولا دوك الكويرات، عاوتاني كنجيو الاخرى. حنا غاديين حتى كنكملو كلشي وكنخليو نحو. كنديرو صبعنا ملي كتهبط لينا الكويره راه يعني ارتاحت، وكيخمرو عاوتاني من جديد. راه ما كيجلسوش يعني ساعه، راه كيخمرو بالزربه لانهم مرتاحو ديك 60 دقيقه اولا ساعة. حتى ساعة وكتر الدنيا هانية الا خليتهم يرتاحوا يطلعوا يعني على خاطرهم. كنبقاو غاديين وكنكملوا حتى كنكملوا كل شيء، وفي الاخر غنتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا الكويرات ديالنا هما يكملوا، كملناهم في يعني في التكوار، ولكن اخوتي راه ما درتش فيهم 45 غرام. بما انني جاتني 45 غرام صغيورين الصراحه بزاف، انا تاديت ندير 45 غرام ولكن درت 80 حيت غندير بهم حاجه اخرى. لهذا ذكر ال 45 غرام غير الدراري الصغار اللي غيديهم غوتي الى اخره، ولا حتى الناس نتوما نيت الا بغيتو ديريهم. انا جاوني صغار بزاف ولكن درت 80 غرام. كنقرصوا دوك الكويرات ديالنا، كنقرصهمش بزاف وما كنخليهمش عاوتاني منفوخين بزاف. ها جوج ديال الهبيطات ولا ثلاثه نزلو تاني الاخرى ندوروها. كنبقاو غاديين حتى كنكملو كلشي. اللي كيبغي يستعن يعني بالدلاك راه يستعن به، انا كندير غير بيديا. كنحاولو نضربو غير بالكف ديال يدينا كان احسن. كي قلنا هاد الخبيزات الملح والحلو بجوج اللي بغيتو.
من بعد غنكمل اخوتي الطريقه اش غنديروا بهم. كيما كتشوفوا الخبيزات ديالنا هما يا خمرو اولا القريصات، ها نتوما كي كتشوفوا حنا ان شاء الله دابا غادي نديرهم في الفران بعد ما غندهنهم بديك البيضه وداك شويه ديال الحليب حنا طربناها مع الحليب وشويه ديال الزنجلان كنرشوهم من الفوق. بسم الله. كندهنوهم بعد غنرشهم بواحد شويه ديال السنجلان من الفوق. بعد ما كنكونوا دايرين الفران كيسخن، ما خصوش يكون يعني الفران بارد، ندير واحد الرشه خفيفه ديال الزنجلان من الفوق، ماشي يعني بزاف، غير خفيفه ماشي يعني قرص. كما كتشوفوا الخبز ديالنا هو هذا، هو وجد راه هو رطب مازال سخون نيت، هانتوما معايا حنا ان شاء الله ندوزو معكم نكملوا الوصفه كلها. شوفوا الخبز، الخبز ديالنا اللي حنا عجنا غنديروا فيه همبرغر، انتما غتشوفوا الطريقه. ندوزوا على بركه الله، كل واحد والقدر ديالو، يعني اللي بغى ديال الكفته ما غاديش نقدروا نقولوا اي واحد شنو قدر يدير. شويه ديال الملحه دائما على حسب الذوق وشويه ديال البزار، هنا غادي نخلطوهم. ما درنا فيه يعني لا ربيع لا حتى شي حاجه، كنحاولوا ندير واحد الكره تكون شويه كبيره، يعني راينكم ميزانكم ما غاديش نبداو نعبروا هنايا، كنقبطوها غير باش نوضح لكم باش تجي قدها. سمحوا لي كتقبط غير شي دائره ولا شي قرص بحال هذوك اللي كتشري وكنديروا بهم بزاف ديال الحاجات. كما كتشوفوا بحال هكا كتجي، وغادي نكملوا الطريقه ديالنا كما درنا ليها في واحد القرص حتى كنكملوا غتشوفوا الشكل الاخير. كما كتشوفوا خوتي حنا كنحاولوا نحطوهم في المقله، درنا شويه ديال الزيت، كنصبروا عليهم واحد تصبروا عليهم واحد دقيقة كي قلت لكم، عرفتني غادي نقلبوهم. كما كتشوفوا خوتي احنا قلبناهم دابا، هنا غادي نحيدو الاولى وغادي نبقاو تنشوفوا الاخرين تاني، خليهم يزيدوا واحد شوية. كما كتشوفوا خوتي هانتوما كلشي دابا قدامكم، انا قليت البطاطا فريت، مطيشه قطعتها دواور، الخس كذلك ومثال قطعته طريفات، الهمبرغر هو قدامكم واجد كما كتشوفوا، المايونيز راه هي قدامكم، شويه ديال الحار حسب الرغبه اللي بغاه يديرو، اللي ما بغاش ما يديرو شيء. كما كتشوفوا الخبيزات ديالنا همايا حنا غادي نعمروهم، غنديروهم اليوم بالهمبرغر، تقدروا ديروا فيهم اي حاجه، تقدروا ديروا فيهم حتى الحلو كونفيتور، يعني اي حاجه اللي بغيتوا، حريه الاختيار. كنديروا واحد ثلاثه طريفات ديال مطيشه، راه ما فيها الملح لا والو، هذوك الطريفات ديال الشلاضه قطعناها طريفات، اللي كيبغي يخليها عريضه ما كاين حتى شي مشكل، قطعها على جوج كيطيح ماشي مشكل. كنقطعو الهمبرغر ديالنا كنحطوها من الفوق وكنغطيوها، غنزيدو وحده اخرى. دائما كنديرو المايونيز،
كاين الناس اللي كيديروا فيها حتى الكيتشوب في المايونيز. كنكملوا كما كتشوفوا هذه احنا غنديروا فيها شويه ديال الحار، واخا واقيلا رانا كثرت هريسه، هاد الهريسه راه مغربيه حره. صافي كنزيدوا عليها هذيك البطيشه اولا الخص اللي بغيتو، هادشي هو اللي كيعجب الدراري الصغار. وكنقبطو طريف لاخر وكنسدوها كنوضعها على واحد. كما كتشوفوا خوتي الهومبرغر ديالنا هو هذا مع الخبيزات اللي عجننا قدامكم، تشهيتو ليكم بالصحة والراحة يلاه خطيكم. دابا ان شاء الله غنبداو الوصفه ديالنا ديال الحريشات اللي غادي نحتاجو ليهم 800 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنديرو بها الحرشه، انا قسمتها على جوج 400 400، عشقه صغيره ديال الخميره كيماويه، عشقه ديال السكر دائما صغيره، كاس ديال العنبه ديال يعني القمح الرقيق، كاس ديال الزيت النباتيه، شويه ديال السميد فين غنديروا دوك الكويرات ديالنا، ملحه على حسب الذوق، 5 ديال الغرامات ديال الخميره الفوريه، والماء على حسب يعني ما غاديش نقدروا نحددوا لكم لان السميده راه كتشرب كما كتعرفوا. نبداو على بركه الله. بسم الله كناخذوا السميد ديالنا كنوضعوه في الاناء اللي غنخدمو فيه، انا درت 800 غرام ولكن قسمتها على جوج 400 400. كناخدو داك العشقه ديال السكر، كنزيدو الملح كل واحد على حسب يعني الذوق ديالو كما كنقولو، كنوضعو هذيك الخميره نزيدو الزيت اللي ذكرنا زيت نباتيه، الناس اللي كيبغيو يستعملوا الزبده كيستعملوا النص ديال الكاس، وديروا يعني نص ديال كاس الزيت النباتي ونص ديال الزبده، كنحركوا واحد التحريكه بحال هكذا، من بعد كنزيدو داك الكاس ديال القمح او الفينو تكون قبيله القمح رقيق سمحوا لي يعني الفينو، هاد المرات كنكونو كنهضرو الناس الاخرين كيعرفونا شنو بغينا نقولو. كنقبطو ديك الخميره كما شفتو راه حنا ذوبناها في واحد شويه ديال الماء، كاين اللي كيستعمل الخميره حبيبات، انا استعملت هذاك العاديه. كنخلطوا كل شيء وعاد كنديروا الماء، ما كنعرفوش شحال ديال الماء غادي تهز لان كتعرفوا السميده راه كتشرب، حنا غادي نخلطوا وغادي نشوفوا
هي ما كتدلكش غير كتجمعوك عشوائيه. نزيد واحد شويه كنتمنى انكم تجربوها. كثر هي اللي زدتو عليها هذاك الشويه ديال القمح. انا درت كاس ديال العنبه. اما كدير النص ديال المقادير اولا الناس اللي كيبغوا يعني بكميه اكثر راه كيضاعفوا ضروري المقادير. انا غنستعمل التاليب ديالي الاخرى راه كنجمعها غير هكذا كنحاولوا ما ندلكوهاش بحال هكذا هي راه ما كتدلكش. كنخليوها دائما ترتاح. انا غنزيدو واحد الشويه دابا غنخليوها واحد نص ساعه بعد ما ترتاح وغادي نرجع للمرحله الثانيه اللي غادي نطيبوها فيها ان شاء الله. وغتشوفوا كما كتشوفوا ها هي الحرشه ديالنا. حنا غنبداو ان شاء الله نصاوبوها. راه خمرات شويه لان خلينا غير تحت هي ما كتخمرش ديك 25 دقيقه. لهاد الحريشات حنا غادي نحتاجو الحشوه اللي غادي نديرو فيها فرماج كريمي اولا جبن، شويه ديال الزعتر، الزيتون الكحل من بعد ما حيدنا ليه العظم بطبيعة الحال، وسميده رقيقه دائما ديال الحرشه عاديه هكا غادي نخليوها، وواحد القطاع انا اعتبرته بحال القطاع غنقبطو واحد البلاستيكه ديال الخضره اللي كنديرو في الكونجيلاتور اولا ديال الحبيله اخره كنخشيوها بحال هكذا. درنا بحال هكذا غير باش ما تلصقش لينا هذيك الحرشه ونحطوها ديريكت. هذا قبطو هذاك الزعتر كما كتشوفوا قدامكم نكبو على داك شويه ديال الفرماج، الزيتون الكحل كنخلطوه كلشي كنديروا لا الزيت لا حتى شي حاجه لان الزيتون راه هو في زيت الزيتون ديالو. الناس اللي ما كيبغوش بحال دابا انا غنعمر غير النص والنص الاخر غنديرو بلا حتى شي حاجه. كل واحد عنده يعني الاختيار في الحشوه يدير اللي يبغى. كاين اللي ما كيبغي كاع يعمرهم حتى بشي حاجه. كاين زعما بزاف ديال الحشوات الصراحه كل واحد كيتفنن في داكشي اللي يبغى واللي تشهى. لاحظتوا ما درناش حتى الملح لان الفرماج مالح. دابا ان شاء الله غادي نبداو نديرو كويرات. انا غادي نقربو لينا هادي ونقربو لينا السميده باش غادي نخدمو ان شاء الله. كنقبطو واحد الكويره صغيره بحال هكذا كنديرو فيها داك الشويه ديال الفرماج كما شفنا. كنحاولوا نسدوها غير بشويه حنايا غنزيد واحد ما تخرجش لينا الحشوه. كنقبطوا السميده كنلوحوا فيها يعني ديك الكويره بحال ما هكذا. كنديروها في هذاك القطاع اولا غير هكذا بنفس الكف ديال يدينا كنبقاو حتى كتبان لينا ديك الدواره مقاده. كما كتشوفوا كنحاولوا نحطوا هذيك الحرشه ديالنا كنمشيو نزيدوا الاخرى. هي راه المقله خاصها تكون سخونه ما خصهاش تكون بارده. كنتسناو على واحد 30 ثانيه ولا 40 ثانيه وعاد كنقلبوها.
غنزيدو واحد الكويره اخرى كما كتشوفوا. حنا غادي نديرو فيها الحشوه ديالنا مره اخرى. ثانيه ما خاصهاش تخرج يعني ديك العماره بحال هكدا، وكنديروها في ديك السميده وكنرجعوها لهذيك الدائره اللي حنا دايرين فيها ديك البلاستيكه، يعني تفاديا باش يعني تعاوننا وما تحلش. نديوها يعني المقلة كما كتشوفوا، حنا غنكحزو هادي شويه وكنديروا الاخرى. كتقدروا ديروها حتى بيديكم تكملوا ليها الا كانت جاتكم غليظه. الا جاتنا غليظه يعني كنقدروا نزيدوا نقرصوها شويه. حنا غنقلبوا هذيك الاولى، حنا غنشوفوا هذيك الاولى غنحاولوا يعني نقلبوها. أبلا كما كتشوفوا كتبغي غير شويه تبقى في المقله، يعني ماشي نجيو نقلبوها ديك الساعه. حنا غنكملوا معكم بالاخرين، كنبقاو مستمرين نفس الاولى كما درنا ليها. دائما الحشوه ما خصهاش تخرج لينا كما كتعرفوا، وكنسدوها وغادي ندوروها في يعني في ديك السميده. لاحظتوا السميده راه يعني عاديه ناشفه، ما كنديروا فيها لا يعني ما كنهزوهاش من الاول داك الزيت اللي كنبسبسوا به، ولكن هذه عاديه كتهز. حنا غنديروها في هذيك وكيصلحوا البوتين الناس اللي كيبغيو يديرهم في الكونجيلاتور كيكونوا واجدين. غنديوها للمقلة كما كتشوفوا. حنايا كنكملوا الحرشة ديالنا، كنحاولوا يعني نقرصوها بحال هكذا، وغنبقاو غادي مكملين حتى كنكملوا كلشي. نكملوا الكرات ديالنا نديروها بواحد شكل دائري كنحطوها. كيوجدوا يعني دغيره ما كيتعطلوش كما كتشوفوا. اسمحوا لي نزير هادي انتم اخوتي، عمليه يعني سهله. كنزيدو نضربو يعني بالكف ديالنا، كنديروها في المقلة. كنقدرو يعني تنقدوها حتى بحال هاد الشكل هذا، ماشي مشكل. نقلبو الاخرين نشوفوهم واش يعني هذا كنظن مازال شوية، لا مازال. كنرجعو لبلاصة، سمحو ليا. كناخدو شوية يعني اللي هي مازال لينا، كنسدوها كندوزوها في داك السميد. صافي كنديروها يعني في ديك الشكل الدائري. الحريشات ديالنا هما هادو كما كتشوفوا. الوصفه درناها يعني قدامكم، درنا النص بسمو عليه بالحشوه لداخل، النص الاخر ما درناش فيه الحشوه. شهيتها لكم بالصحه والراحه. غادي نفتحوا لكم واحد الوحيده، ها هي خوتي كما كتشوفوا.
الى عجبكم الفيديو دعموني، كنشكركم بزاف. لهاد الوصفة كنحتاجو ليها 700 غرام ديال القرعة الحمراء، 160 غرام ديال الخبز محكوك أو لا ميالي محمص، 200 غرام ديال الموتزاريلا مقطعة أو لا المسيادة والفرماجة غير يقدر يديرو لي كيكون مقطع، شوية ديال زيت العود، 80 غرام ديال الفرماج محكوك، شوية ديال الأبزار، الملح دائما على حسب الذوق، جوج ديال البيضات. البزار غنديرو واحد الرشيشه هي خفيفه، انك غنديرو في الفران كتجي بحال حسن الماء نسلقوها حيت الى سلقناها كتهز الماء بزاف. هذا علاش مغاديش نديرو في الماء، نديرو واحد الرشيشه رقيقه يعني ديال الزيت او غنديرو واحد الطواق بحال هكا. الناس اللي ما كياخذوش اللي ما كياكلوش بزاف ماشي مشكل يديروا شي الفرماج كيما ذكرنا يكون في الاول المقادير الاولى، كنزيدو عليهم جوج ديال البيضات،
الديجا هادي خصها تكون مقليه غادي تقليو ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي حنا جمعنا القرعه ديالنا وغادي نشكلوها لشكل كرات كما غتبعو معنا. كناخدو واحد المقله بنينه بحال هكدا كما كتشوفوا. كناخدو واحد الطرف ديال الموزاريلا العمليه هي thank you.
كنردوا البال باش ما يتحرقوش.